فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: امرأة نذرت إن شفى الله ابنها من مرضه وهو مقعد أنها تذهب إلى قبر البدوي وتزوره، يقول: وقد شفي، فهل يجب عليها الوفاء بالنذر؟ لا، هذا نذر معصية. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، الذهاب إلى قبر البدوي والتبرك به هذا معصية ولا يجوز. قبر البدوي يعبد من دون الله، قبر البدوي معروف أنهم يعبدونه ويدعونه ويتبركون به. نعم.